بونجور اي بيانفوني سور فوتر شين يوتيوب تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم اعزائي الكرام اعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض اللغه الفرنسيه المستوى الخامس ابتدائي، دائما في اطار الفروض اللي كندير في القناه. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درتهم في القناه يدخل لا ديسكريبسيون، يدخل لصندوق الوصف، غادي يلقى بزاف ديال الروابط غادي يدخل ليهم. عندي بزاف ديال الفروض اللغه الفرنسيه، النشاط العلمي، الرياضيات وجميع ان شاء الله. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش نبقى دائما مساندكم ودائما كنلوح لكم الدروس وكذلك الفروض باش توجدوا مزيان الفروض ديالكم اللي غدوزوهم في القسم. اذا اليوم غادي ندير لا برودكسيون دو ليكري بور لو نيفو 5 اماني دو لونسينيمون بريمير. عندي جوج ديال الاسئله، سؤال فيه غادي نعمر هاد الفراغات بهاد الكلمات هادو، وسؤال اخر غادي نحرروا غادي نكتبوا على لي دووا دو لونفون يعني حقوق الطفل. دونك le règlement de l'école غادي نكملوا هذا النظام الداخلي ديال المدرسه سي دو سو هنايا اللي كاين هنا لتحت avec les mots suivants يعني باستعمال هذه الكلمات هادو غنكمل. il y a les devoirs conservation s'exprimer le personnel participer. donc les devoirs بطبيعه الحال هما الواجبات، conservation c'est-à-dire الحمايه، s'exprimer c'est-à-dire التعبير، le personnel c'est-à-dire الموظفين ولا الناس اللي كاينين في ليكول، participer c'est-à-dire المشاركه. il y a devoir d'élève c'est-à-dire الواجبات ديال التلاميذ ولا التلميذات. donc l'élève doit respecter tout de l'école. التلميذ من واجبه ان يحترم الموظفين ديال المدرسه. donc le personnel de l'école. Ça fait le personnel de l'école. D'accord? 2. L'élève doit assister à ses cours et activement. Donc, تلميذ سجي ويحضر الدروس ديالو ويعبر بطريقة ويكون متفاعل يعني ويعبر بتفاعل. صافي؟ et s'exprimer activement. صافي؟ باردون هنا ماشي سيكسبريمي، هنايا لا بارتيسيباسيون يعني خصو يبارتيسيبي، خصو يشارك اكتيفومون. صافي نحاولو نحيدو هاد سيكسبريمي، دونك غنديرو بارتيسيبي ستادير المشاركة، خصو يشارك ب ويكون اكتيف ستادير نشيط. صافي بنشاط. دونك يبارتيسيبي هادي هي كور يبارتيسيبي هادي باقا. دونك 3 ليليف دوا افكتوي لي ترافو اي دونك التلميذ خصو ضروري يدير الاعمال ديالو ويدير الواجبات ديالو اي لي دوفوار والواجبات ديالو اللي كيطلبوا منهم الاستاذ يديرهم في المنزل دونك دوموندي ا لا ميزون. داكوغ ليليف دوا دونز ان لونغاج كوريكت بولي اي ريسبكتيو يعني التلميذ خصو يعبر بواحد اللغه سليمه وكذلك في احترام. دونك دوا سيكسبريمي doit s'exprimer. Donc l'élève doit s'exprimer, doit s'exprimer dans un langage correct, poli et respectueux. D'accord? 5. L'élève doit participer à la bonne utilisation et à la donc تلميذ خصو يشارك في الاستعمال الجيد et à la ou كذلك la conservation. Conservation يعني المحافظة على الحوايج اللي زوينة كاينة في ليكول. دونك لي دوفوار ديليف سون ليليف دوا ريسبكتي تو لو بيرسونيل دو ليكول، ليليف دوا اسيستي ا سي كور اي بارتيسيبي اكتيفمون، ليليف دوا افكتوي لي ترافو اي لي دوفوار دوموندي ا لا ميزون، ليليف دوا سيكسبريمي دونز ان لانغاج كوريكت بولي اي ريسبكتيو، ليليف دوا بارتيسيبي ا لا بون يوتيليزاسيون et à la conservation des biens de l'école. Adin 12 l'an, deuxième question. Passons à la deuxième question, suivez avec moi. En cinq lignes, au moins, j'écris un texte informatif sur les droits de l'enfant. دونك غادي نديرو في 5 سطور على الاقل واحد التكست يعني واحد النص اللي هو اخباري انفورماتيف فيه لي زانفورماسيون وغادي نهضر لي زانفورماسيون اللي غادي يكونوا على لي دووا د لونفون يعني حقوق الطفل. صافي دونك نديرو لي زونفون باغ اكزومبل اون دي دووار عندهم واجبات اي لون ايغالمون عندهم ايضا عندهم دي دووا عندهم حقوق اللي هي خاصه سبيسيفيك كوم اكزامبل
le droit d'avoir une famille, le droit d'avoir un nom et une nationalité, le droit, هنا الحق يكون عنده أسرة، هنا أولا عائلة، هنا الحق يكون عنده اسم أو جنسية، هنا لو دووا دافوار يكون عنده لو دووا دافوار اون بون اليمونتاسيون، يعني غذاء اللي هو سليم. لو دووا الحق، لو دووا داتخ، يعني انك تقرا، يعني تتعلم، دانفورمي اي ايدوكي، ياك. لو دووا دو جوي اي دو ساميزي، يعني تلعب وتستمتع، صافي، اي دو ساميزي. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لا برودكسيون دو ليكري ضمن فروض المراقبه المستمره، المرحله الثانيه، المستوى الخامس ابتدائي، الدوره الاولى، الموسم الدراسي 2021-2022، لا برودكسيون دو ليكري بور 5e année de l'enseignement primaire. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. التربويات مع الاستاذ محمد البخاري دائما معكم، هي قناه مستقله، فيها غادي تلقاو الفروض، غادي تلقاو الدروس اللي غادي تحتاجوا ان شاء الله باش توجدوا مزيان الفروض ديالكم والامتحانات ديالكم. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصلوه جميع الفيديوهات، وكذلك اللي عجبته القناه يحاول يشاركها مع الاصدقاء والصديقات ديالو باش تعمل فائدة إن شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.